تزامنا مع أعياد الميلاد المجيدة، قامت نطرانية الروم الأرثوذكس بحلب وكشاف النبي الياس بافتتاح معرض الميلاد تحت عنوان نجمة بيت لحم، والذي ضم عددا كبيرا من السيدات التي يعملن منتجات يدوية، وذلك على مسرح كنيسة النبي الياس. نحن أحياء وسنعيش ويوجد رجاء، ولا توجد صعوبات توقف الحياة في حلب ولا في سوريا. والموضوع الثاني هو لنشر الفرح والسلام، الذي هو رسالة الميلاد يلي هو إلى كل العالم ومن كل العالم. شعبنا بسوريا وبمدينة حلب شعب يحب الإبداع ويحب الحياة، رغم كل شيء أكيد بيحب أنه يتفاعل، بيحب أنه يحتفل، بيحب أنه يصلي، بيحب أنه يلتقي مع ربنا ويلتقي مع الآخرين من خلال الأشياء اللي هي بتجمعنا مع بعض، اللي هي بتفرحنا، اللي بتخلينا نتحد تحت سقف واحد، لأنه كلياتنا نحن أبناء وطن واحد، نتعاون مع بعض، نجتهد مع بعض ونثمر مع بعض من أجل خير الإنسان ومن أجل الخير الشخصي ومن أجل خير الجماعة وخير البلد. عش نسيم بشعة، بس كنا شعب قده، صمدنا وتعلمنا وخلقنا شيء جديد لحالنا غير أشغالنا وحياتنا القديمة، حياة جديدة عملنا، مدمي إكسسوار وجاه طاولات بوندار، يعني كله شغل يدوي، يعني شيء للعيد، شيء بيفرح الأولاد، شيء رمز يعني للكريسماس. أكيد نحن قلنا الفخر أنه صار الانتصارات من قبل، وهلأ قلنا الفخر أنه رح يصير انتصارات لاحقة إن شاء الله، يعني إن شاء الله رح نسمع أخبار حلوة كل سنة ونحتفل احتفالات أكبر من هيك. جاي العيد أنه حبينا نشارك أنه نحن إسا موجودين ونقدر نعطي شيء لهالعيد بما أنه خلصت الحرب وهيك. رسالتنا نحن أثبتنا بوجودنا، سموتنا، بتحدينا، إنه المرأة الحلبية انتصرت. لسه يعني في فرح، في سلام، لسه يعني مبسوطين بالعيد، جاي العيد منبسط نحن وهالولاد. من الترميز عملناهم شيء شمعة أو لا شمعة، من الأقنين زيناهم مشان العيد المناسبات يعني، وأشغل يدوي يدوي مثل ما شايفين. بشوفها فكرة كتير حلوة، نحن عم نورجي للدول الثانية صمود حلب وحب أهلها للحياة، وأنه نحن دايما حلب ما بتموت، حلب الصمود والتصدي دايما. نحن لساتنا منحب بعض، ونحن كلياتنا قلب واحد، ومسيحية إسلام كلياتنا منحب منحب بعض، وما في ما في هالشي اللي انتشر عنا يعني بصراحة، يعني كلياتنا سوريين ودم واحد جد بصراحة يعني. المعرض أتى بعد عام من نصرة حلب ليكون رسالة للعالم أن إرادة السوريين أينما وجدوا هي الحياة، ورسالتهم هي نشر المحبة والسلام والفرح في كل زمان ومكان.